لو الحكايه فيها ان في هنا حضرتك ايه بقى عاملين خبايا النهارده؟ لا نادي الجزيرة طول عمره كده مشهود بالاحترام بالتواجد. انت شايف المنظر عامل ازاي؟ الاجواء الحمد لله هيزيد وربنا يوفق الاصلح عشان نادي الجزيرة، ودايما اعضاء الجمعيه ما بيعرفوا يتواصلوا. حضرتك انت خدت مين النهارده؟ دي حاجه بقى صعبه شويه ليا، بس يعني انا كلهم الحمد لله معاك في كويسه جدا، وان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. حضرتك في استعدادات دلوقتي المنتخب ولا مفيش؟ بص مفيش حاجه دلوقتي في شهر 12، احتمال يكون حاجه في شهر 1، لكن التوقف الدولي بتاع شهر 3 ان شاء الله هيكون فيه ماتشين كويسين في شهر 3 ان شاء الله. مع مين؟ لا لسه شغالين. وبالنسبه لاستعدادات كاس العالم؟ كاس العالم القرعه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، الوفد مسافر يوم الثلاث، وهيبان بقى المجموعه هتكون في مصر قبل كاس العالم ان شاء الله ب 20 لاعب. وحضرتك الاستعدادات اللي انتوا بتقوموا بيها في النادي وكده دي متوقفه دلوقتي ولا؟ لا النادي على الجزيره يعني الوطن زي ما شرحت لك يعني. شكرا. شكرا.